بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا في منصة الإدارة والاقتصاد الإسلامي في شبكة الرواد الإلكترونية باستضافة الأستاذ الدكتور ياسر الحسين في اللقاء الأول من برنامج قصة وفكرة رسالة بحث وفيه يتم الشرح عن الرسالة وتلخيصها وأهم النتائج التي توصل بها الدكتور والتوصيات بعنوان "الإدخار في أوقات الأزمات"، الدكتور ياسر الحسين حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة حلب، ويعمل حاليًا في جامعة غازي عنتاب وجامعات الشمال السوري، ويتمتع بخبرات أكاديمية ومهنية واسعة في مجال الاقتصاد وتطوير البرامج التعليمية. يسعى الدكتور ياسر الى تطبيق معرفته الاقتصاديه لخدمه المجتمع الاكاديمي ويركز على تطوير مهارات الطلاب وتوجيههم لتحقيق النجاح الاكاديمي والمهني. اهلا وسهلا بك دكتور، اهلا وسهلا في المتابعين الكرام، حياكم الله جميعا. حياكم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. آه مرحبا بكم اخواني جميعا في هذه الامسيه الطيبه آه التي يعني ان شاء الله يعني لا تكون صرخه في واد انما ان شاء الله تكون رساله موجهه آه هادفه الى اعطاء آه بعض الافكار التي آه نراها ضروريه في مجتمعنا في شمال غرب سوريا. آه حقيقه انطلقت آه انا من آه هذا العنوان الادخار في اوقات الازمات والتساؤل يعني هل في اوقات الازمات هناك الناس يدخرون هذا التساؤل كان يعني يشغل بالي واقول هل يعني هل منطقيا نجد ان بعض الناس يدخرون في اوقات الازمات حقيقه هذا السؤال يعني طرحني ان اتوجه الى الاجابه عنه بشكل غير مباشر اذا اذا كان الناس يدخرون ف يعني معناته هناك نشاط هناك نشاط هذا النشاط هذا النشاط هو الذي يدل انهم يدخرون كيف يدخرون ومن اين لهم سبل الادخار هذا ليس موضوع الذي اتكلم عنه الان انا اتكلم الان على افتراض ان يعني معظم الناس لديهم مدخرات وسوف يعني ادلل على ذلك بقولي أن الناس الذين لديهم مدخرات ظهرت هذه المدخرات من خلال يعني قنوات الغير شرعية مع الأسف والوهمية التي أدت إلى سرقتها بشكل عن طريق منصات الوهمية المنصات الوهمية أدت إلى سرقة أموال هؤلاء الذين تكلم عنهم أنا لا أتكلم عن الطبقة المجتمع كما تعلمون هو ثلاث طبقات لا أتكلم عن الطبقة القنية فالطبقة القنية تعرف كيف تدخر ويعني تأخذ باحتياطات الادخار ولديها يعني كل الوسائل التي يعني تستطيع ان تحافظ بها على مدخراتها. ولا اتكلم عن الفقراء جدا، الفقراء جدا يعني الذين يقعون في تحت الخط الفقر المدقع. هؤلاء الذين يعني لا يحصلون يعني السعرات الحرارية التي تكفيهم للعيش أتكلم عن الذين الطبقة الوسطى وهي يعني أهم طبقة في أي مجتمع كان طبقة الوسطى أهم طبقة يعني في أي مجتمع كان وهذا معروف لدينا كاقتصاديين أن الطبقة الوسطى هي الطبقة التي من خلالها المجتمع يمكن أن ينهض واقتصاديا يعني ويمكن أن تتحرك عجلة الحياة الاقتصادية عن طريق استثماراتهم أعود وأقول هل في أوقات الأزمات هناك مدخرات؟ حقيقة المدخرات قد تكون يعني ليس آتي من أوقات المدخرات قد تكون مدخرات مسبقة قد تكون ناتي عن تحويلات قد تكون مدخرات لها طرق يعني يعني كثيرة وصلت إلى أيدي هذا ولا الناس الذين مدخراتهم يعني تكاد أن تكون بسيطة جدا ولكنها حقيقة مهمة يعني رغم بساطتها ورقم قلتها ورقم يعني حجمها الصغير لكن لا بد ان نتكلم عنها ولا بد الاشاره عنها في هذه الامسيه والعجاله كيف يعني ادلل على انها هؤلاء الفقراء يعني عفوا هؤلاء الطبقه الوسطى هناك مدخرات حقيقه ظهرت في الاونه الاخيره وهذا شيء ملفت للنظر المنصات يعني التداول الوهميه ونشطت بشكل كبير ويعني سرقت سرقت ما يعني شيء كبير جدا من اموال هؤلاء الطبقه اضافه الى الايداعات التي يتم يعني يودعها هؤلاء الطبقه الوسطى في قنوات غير موثوقه غالبا ما تعلن افلاسها وتذهب اموالهم ادراج الرياح هذا الذي يعني اريد ان اتكلم عنه الان اتكلم اريد ان اتكلم اوجه رسالتي في هذه الامسيه عن هؤلاء عن هؤلاء الطبقه التي يعني متوسطه لعل يعني اكثر ما يثير هنا تساؤل منصات التواصل الوهميه هذه كيف يعني استدلت ان هناك يعني مدخرات لهؤلاء وكيف استطاعت ان تصل الى مدخراتهم وكيف يعني حصلت هذه المدخرات وبالتالي كيف يعني اين نحن ك يعني اقتصاديين واين نحن من هذا الوضع الذي نتكلم عنه الان يعني اين نحن من من توعيه مجتمعنا من خطوره هذه المنصات التي تسرق مدخرات الناس خاصه في اوقات الازمات نفسيا حقيقه اريد ان اتكلم هنا نفسيا ان الانسان بطبيعته طبعا الادخار هو القسم الذي نعم تفضل تفضل استاذي الكريم من يتكلم هل هناك احد رفع صوته؟ لا بد دكتور لا يوجد طيب آه، نفسيا الانسان آه، يعني الانسان بشكل طبيعي و آه، آه، يعني الفكره التي اريد ان اشير اليها نفسيا ان الانسان يسعى بطبيعته ان يحصل على يعني آه، آه، مزيد من الاموال وهذا شيء طبيعي يعني آه، بشيء طبيعي كل انسان منا يريد ان يحصل على زيد من الاموال إذا كان هناك جهل كيف إدارة هذه الأموال مهما كانت بسيطة ومهما كانت هي قد تكون بسيطة بالنسبة لنا لكنها قد تكون كل ما يملك بالنسبة لهذا الإنسان هذه الأموال إذا تمت إدارتها بشكل يعني بغير معرفة فأن هؤلاء الذين يتربصون بهؤلاء الطبقة الوسطى يسرقون هذه الأموال بكل يعني أريحية لذلك يعني هذه الاموال التي نحن بالنسبه لنا بالنسبه لنا قد تكون بسيطه و غير يعني ذات حجم كبير لكنه كل ما يملك يعني اذا شخص ما دخر على سبيل المثال 500 دولار او 1000 دولار قد يكون هذا المبلغ زهيد بالنسبه يعني بالنسبه لمعظم الناس لكنه هو كل ما يملك طيب كيف نحافظ له على هذا الذي يدخره او كيف يعني نحاول ان نصل الى شيء يساعده على ان لا يخسر هذه المدخرات هذا محور يعني محور الثاني من محور الامسيه اذا اولا الان اريد ان اقول ان هناك يعني مدخرات مهما كانت صغيره في يعني لدى الناس في اوقات الازمات و رغم ان التضخم ياكلها ورغم ان هذه المدخرات فالانسان يذهب يحاول أن يذهب بهذه المدخرات إلى سبل لعلها يعني يعني تنمو قليلا ف إلى ماذا يذهب؟ إذا كان في أوقات الأزمات لا يوجد مؤسسات مالية رسمية ذات صبغة رسمية إلى أين يذهب؟ يجد هؤلاء المتربصين به من منصات التداول الوهمي يعني يقرونه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق يعني الدعايات والوعود الكبيرة بالأرباح العالية والسريعة وقلة الوعي أيضا بسبب قلة الوعي المالي وأيضا عدم وجود جهات رقابية والاحتيال عبر العملات الرقمية كل هذا يعني يؤدي إلى سرقة مدخرات هؤلاء الطبقة الوسطى التي يعني يؤلم أن نرى أن مدخراتهم تسرق ولا نستطيع أن نفعل شيئا لهم إلا أن لأن نقدم لهم مثل هذه الورشات والندوات لعلنا لعلنا يعني نوصل رسالة إن شاء الله تكون فيها يعني منفعة بالنسبة لهم طبعا يعني هذه المنصات التي الآن تكلمت عنها التي تسرم مدخرات هؤلاء الطبقة يعني مع الأسف آه بعد إضافة آه إلى آه يعني هناك شبكات تسويق آه شبكي وهرمي وهؤلاء الشبكات التسويقية أيضاً آه كلها يعني وسائل غير اقتصادية من المعلوم أن نحن بالاقتصاد أن الوسائل الاقتصادية الحقيقية هي التي تنتج يعني النشاط الاقتصادي هو النشاط المبني على إنتاج السلع والخدمات نلاحظ أن هذه هذه الانشطه الغير اقتصاديه عن طريق المشبكات او عن طريق المنصات التعامل الوهمي او التداول الوهمي كلها تصل الى هؤلاء وتستهدفهم بسبب ذكرت الاسباب الوعود بالارباح وانتحال منصات شرعيه واستهداف المجتمعات الهشه واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي وقله الوعي كل هذه الاسباب تؤدي ان يكونوا ضحيه وسهل المنال يعني الوصول الى مدخراتهم. طيب آآ الان آآ يعني انا قمت بتحليل يعني تحليل الصوات لارى ما هي الفرص وما هي التحديات امام هؤلاء الطبقه الوسطى يعني في فيما يخص مدخراتهم يعني ويعني تحليل الصوات ولو كانوا انه تحليل يعني يعطي فكره اوليه على يعني على الاوضاع المدخرات في المناطق التي تشهد نزاعات لعلي اوضح يعني هنا بعض التحديات والفرص التي يمكن التحديات التي تواجه هذه المناطق والفرص التي يمكن الاستفاده منها لمواجهه هذه يعني هذه التحديات الكبرى في يعني الحفاظ على مدخرات الشباب والمحافظة على ما يمتلكونه في أوقات صعبة جدا أوقات مالية واقتصادية صعبة تمر بها معظم مناطقهم طيب سوف الآن أبدأ بمشاركة مشاركة تحليل الصوات طيب الصوت واضح في شيء يعني تحبوا حدا يحب داخل قبل ما اكمل يعني اذا حدا عنده اي تساؤل انا يعني هي احب ان اكون ندوه حواريه وبنفس الوقت يعني كل ما اخلص من محور انتقل إلى محور اخر هل من احد من الاخوه لديه اي مداخله او لديه اي استفسار انا جاهز قبل ما انتقل الى التحديات والفرص امام التضخم في الشمال قرب سوريا سابدا الان اذا في هناك يعني ممكن عشات الكتابه طيب بالنسبه للتحديات صراحه هناك تحديات كبيره التحدي الاول الذي يعني يؤدي الى تاكل المدخرات تفضل أستاذ ياسر من يريد ان يتكلم طيب هذا الموضوع سنتكلم به ان شاء الله بالنسبه للشهادات في يتكلم معكم الزميل عبد الباسط يعني في هذا الموضوع في نهايه الاستاذ عبد الباسط في نهايه الندوه ان شاء الله بالنسبه للشهادات. مخصص اقتصاد عام نعم طيب سو يعني سأ... يبدو أن ليس لدينا أي تساؤلات الآن سنبدأ إن شاء الله نحكي عن التحديات اقتصاد عام أخي الكريم طيب التحديات ما هي التحديات التي تواجه التضخم في مناطق النزاعات أول شيء مناطق النزاعات معروف من أنها يكون يعني فيها تضخم كبير جداً هذا التضخم يؤدي آه إلى تآكل القوة الشرائية للعملات وبالتالي آه المدخرات سوف نعم آه التضخم يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية وهذا التآكل القوة الشرائية طبعا يؤدي إلى آه يعني تآكل بالنهاية آه تآكل بالنهاية المدخرات بالنسبه للافراد. ايضا عدم استقرار الامني والسياسي يؤثر على الاوضاع الاقتصاديه مما يصعب عليه ان يخطط الفرد او المجتمع يخطط طبعا يعني في مناطق التي يكون فيها صراعات او يكون فيها عدم استقرار امني الفرد يعني يصعب عليه ان يضع خطه يعني ماليه، يصعب عليه ان يضع خطه ماليه، هذه الخطه الماليه تساعده على يعني يدير متخراته هذه كلها تحديات حقيقه يعني نحن نجد أن الافراد تذهب الى يعني وسائل الربح السريع لماذا تذهب الى وسائل الربح السريع تذهب الى وسائل الربح السريع حتى يعني بسبب هذه الظروف بسبب هذه التحديات التي تواجه الافراد في مناطق النزاع ايضا قله الفرص الاقتصاديه وتراجع الدخل يعني كثير من السكان الفرص الاقتصاديه تتراجع بسبب ماذا؟ بسبب انه عدم 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 وضوح رؤيه واضحه بالنسبه للمناطق التي تكون فيها يعني غير مستقره الفرص الاقتصاديه تكون غير مستقره، لماذا؟ لان المستثمرين يحاولون ان يستثمروا في مناطق تكون مستقره اقتصاديا. هذه التحديات الثلاث واضيف اليها ايضا الضغط النفسي والاعباء المعيشيه شكل هذه الضغوط النفسيه والاعباء المعيشيه يعني تؤدي ايضا الى ارتفاع التكاليف الاساسيه هذا الضغط النفسي كله ناتج عن ارتفاع التكاليف الاساسيه كالغذاء والطاقه ومحدود الدخل والتوتر كله هذا يؤثر نفسيا على الانسان حتى اذا اراد ان يعني يعني يستثمر مدخراته يجد انه كيف يستثمر وعليه مثلا هناك ضغوط بسبب متطلبات الطاقه ومسبب ان دخله محدود وبسبب ضغوط الاسريه ويعني هنا الادخار بحد ذاته يكون صعب جدا التكاليف العاليه للسلع الاساسيه والموسميه يعني هناك تكاليف عاليه جدا بالنسبه للسلع الاساسيه والموسميه هذه التكاليف تجعل من صعب على الافراد ان يدخروا طيب آه الان آه طبعا من اين تاتي المدخرات؟ تاتي المدخرات يعني لعلي هنا اوجزت بعض المدخرات تاتي عن طريق الدعم الاجتماعي، الفرص التي متاحه امام الادخار، تاتي المدخرات عن طريق الدعم الاجتماعي والخيري، تاتي عن طريق التوجه نحو الاصول الملموسه. ممكن يعني يعني ندخر اموال عن طريق المبادرات التعليميه لتعزيز الوعي المالي، كل هذه تساعد الزراعه، التحويلات الماليه من الخارج، كلها ممكن ان تساعد على الـ 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 آه يعني تساعد على الـ آه ان يكون هناك مدخرات طيب الان انا آه يعني اريد آه آه ان اقول هذه الفرص وهذه التحديات لعلنا لا تخفى علينا هذه كلها الفرص والتحديات ماذا علي ماذا يمكننا ان نفعل وماذا عسانا نفعل في آه بالنسبة لي حتى لا تذهب المدخرات مهما كانت بسيطة كما ذكرت في بداية كما ذكرت في بداية المحاضرة أو الندوة كيف ممكن نساعد هؤلاء على أن يحافظوا على مدخراتهم هنا نذهب يعني في شيء اسمه اقتصاد تعاوني نذهب في شيء اسمه اقتصاد تعاوني اخي الكريم ساجيبك على الاسئله في نهايه الذي يسال ساجيب ان شاء الله نفتح المجال في نهايه الـ الـ الندوه ونجيب على الاسئله التي تطرح علينا لا مشكله ان شاء الله آه بالنسبه آه يعني هنا بالنسبه للذهاب الى اقتصاد تعاوني ماذا اقصد بالاقتصاد التعاوني آه لعلي اقصد بالاقتصاد التعاوني اننا ممكن ان يكون بدل ان تذهب مدخرات الافراد الى جهات تقريبا هي وهميه وكاذبه مثل منصات التعامل الوهمي وغيرها يمكن ان يكون هناك اسمه اقتصاد تعاوني ويمكن هناك ان يكون اسمه اقتصاد هذا التعاوني في الجمعيات في تعاونيات في في يعني ممكن هذه هذه الجمعيات والتعاونيات أن تستقطب المدخرات مهما كانت بسيطة هذه المدخرات مهما كانت بسيطة يمكن تم استقطابها في إطار تعاوني مجتمعي يلبي حاجة أو سلعة للمجتمع المحلي وبنفس الوقت يحقق ربح يعني يحقق ربح للمنطقة أو الحي أو افضل ان ان يذهب هذا الادخار مهما صقر الى جهه يعني تذهب به كليا فمثلا على سبيل المثال اذا كانت هناك منطقه بحاجه الى خدمه او يعني تقديم خدمات محدده هذه الخدمات لا يستطيع الفرد بحد ذاته المدخرات الصغيره ان يقوم بها فماذا يفعل عسى ان يفعل يقوم بانشاء جمعيه تعاونيه مهما صقرت هذه الجمعيه ويقوم بادارتها وهذه الجمعية هي تقدم الخدمة أو تقدم السلعة، وبالتالي هنا حققنا هدفين، أولاً لم تضيع المدخرات أمام الأفراد. ثانياً هذه الخدمة التي يحصل عليها الفرد قد أو السلعة التي يتم إنتاجها قد تكون بأسعار هذه الأسعار حتماً ستكون يعني منخفضة عن السوق، وبالتالي ممكن يستطيع الفرد هنا أن يوفر على نفسه في أثمان السلع ويمكن أن يستثمر نفسه كثيرا لعلي هنا أذكر بعض الأمثلة وجمعيات التي كانت لها دور كبير في أوقات الأزمات وأوقات الحروب فهناك جمعيات نشطت في بلدان كثيرة أوقات الأزمات هذه الجمعيات في مثلا في أفغانستان وفي اليمن وفي لبنان وهذه الجمعيات عملت على استقطاب المدخرات لـ لـ يعني في المنطقه او في الحي وعن طريق هذه الجمعيات تم تلبيه احتياجات السكان بعض السلع والخدمات الضروريه اللازمه لهم وبالتالي مدخراتهم تم الحفاظ عليها. هذا هذا حل يمكن ان يكون في البدايه، يعني هذا الحل في البدايه. الحل الثاني الذي يعني اريد ان اتكلم عنه هو يعني ياتي لاحقا في عندما تستقر الاوضاع بعد استقرار الاوضاع ممكن يبدا مثل بنوك البنك محمد يونس في بنجلاديش بنك جرايمان هذا البنك يعني يستقطب اموال صغيره مهما كانت صغيره وهذا البنك يمكن ان يخلق فرص صغيره ومتناهيه الصغر للافراد وخاصه الافراد المهمشه ولا سيما النساء و غيرها من من الفئات الضعيفة يعني المهمشة في المجتمع طبعا الحل الثالث والذي يعني يأتي في مرحلة باعد يعني أبعد وبعد أن تستقر الأوضاع أكثر هو إنشاء بنوك إسلامية فعالة تكون بنوك إسلامية فعالة هذه البنوك الإسلامية فعالة تستطيع هذه البنوك الإسلامية الفعالة أن توظف المدخرات التي بشكل جيد وعن طريق توظيف هذه المدخرات يمكن أن يعني نحصل على يعني استقرار وتنمية اقتصادية يعني أنا أريد أن أقول في هذه المؤتية حلي من وقت أن الفكرة الأساسية أول شيء أن نعمل على توعية الناس أن مدخراتهم مهما صقرت يمكن أن يكون لها أثر ولا ينجروا إلى يعني وسائل الوسائل الوهمية والمنصات الوهمية التي تقريهم بأرباح غير منطقية ولا يقبلها العقل الاقتصادي والمنطق الاقتصادي وأن يكون لديهم معرفة بكيف يعني يلبون حاجاتهم ومن سلع وخدمات عن طريق التعاون فيما بينهم وهذا أمر ليس بالصعب وهناك يعني في هذا المجال من يريد أن يستزيد هناك تجارب ودول وبعد أن انتهت فيها الحروب وكانت يعني خضعت لأزمات مالية صعبة جدا عن طريق الجمعيات التعاونية والتعاون الاقتصادي التعاوني وصلت إلى مراحل جيدة في يعني وتجاوزت الأزمات المالية التي مرت بها بسبب وعي السكان، وعي القائمين على المجتمعات. اذا اول شيء الوعي اول توصيه نوصي بها الوعي. ثاني توصيه نوصي بها ان يكون هناك تفكير في يعني اقتصاد اجتماعي. ثالث شيء بعد يعني مرحله ثالثه اذا امكن ان يكون هناك طبعا جهه رقابيه تراقب المنصات الوهميه التي يعني تسرق اموال الناس آه رابع شيء اذا ما امكن يكون هناك بنوك ذات آه صيغه اسلاميه يعني تتعامل بالصيغه الاسلاميه آه رابع شيء ممكن استفاده من آه او خامس شيء ممكن استفاده ايضا من تجارب مثل تجارب دوله بنغلاديش انا هذا هذه فكرتي الاساسيه التي اود اود ان اطرحها عليكم اليوم آه طبعا اكتفي بهذا القدر آه اذا كان هناك اي تساؤل فانا جاهز ان شاء الله نعم. السلام عليكم، حياكم الله جميعا، من لديه اي سؤال او اي استفسار فيستطيع فتح المايك والمداخله. يا اخوي ويا اخوات المايك متاح للجميع السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تفضل استاذك الصوت واصل واضح؟ نعم الله يعطيك الصحة شكرا لك صراحة المحاضرة كانت قيمة والاستفادة كانت كبيرة يعني السؤال بالنسبة لل هل تطوير الشخص من وضعه الحالي يغير في المفهوم المدخرات في المستقبل يعني شخص اللي يبحث عن وظيفة أفضل أو موقع أفضل يساهم في موضوع المدخرات أبقى الفكرة مستمرة شكرا لك الله يبارك فيك طبعا يعني سؤالك كان شوي بالنسبة يعني فيه غموض الصراحة لو توضح لي السؤال أكثر اللي فهمته منه من هذا السؤال أن الفرد على من يقع عاتق يعني يعني توعيته او الفرد هو الذي يجب أن يطور نفسه حتى يستفيد يتعلم كيف يدير مدخراته يعني سواء كان سؤالك هكذا أو هكذا يعني فحتما فحتما آه الإجابة بالنسبة لي أنا أنظر إلى أن الفرد هو نحن كمجتمعات آه يعني مجتمعات متكافلين متضامنين آه يجب أن لا ننظر أن أحدنا يخسر جزء من أموالي أو جزء من مدخراتي ونقف متفرجين عليه يجب أن يكون لدينا تفكير يعني تكافلي تعاوني يعني حقيقة يؤلمنا كثيرا عندما نرى مدخرات الطبقة الوسطى في خاصة في المناطق التي يكون هشة ويكون فيها خرجت نزاعات أو ضمن ما زالت في نزاعات نجد أن هؤلاء يعني فيني نقول أنهم نوع من الإجرام الذي يستهدف هؤلاء رغم أن يعني ويلاتهم وهؤلاء المدخرين الصقار لو الطبقه الوسطى لقم انهم يعني ضعاف ومدخراتهم هشه نجد من هناك يسيل لعابه ليسرقها منهم بطريقه فنحن وجب علينا توعيه هؤلاء الناس ونقول لهم هناك طرق اخرى هناك سبل اخرى يمكن لكم ان تتبعوها او تسلكوها ويمكن أن تكون مفيدة لكم أكثر من أن تذهبوا باتجاه منصات التداول الوهمية أو شبكات التسويق التي تسرق أموالكم ف يعني هذا استطيع ان يعني ان شاء الله يكون جاوبت على سؤالك حياك الله دكتور. دكتورنا الكريم كما هو معروف في مناطق الازمات او الاحداث التي تجري في اغلب المناطق تحدث هجره وبسبب او من خلال الهجره التي تحدث يتم او يتم اعتماد اهل البلد او غالبيه سكان البلد في مناطق الازمات على الحوالات الماليه التي تتم من قبل ذويهم الذين خرجوا او هاجروا من البلاد. فما هو تاثير الحوالات الماليه سلبا على المدن التي تحدث فيها الازمه؟ بالنسبه للتحويلات من يعني المغتربين الى مناطق التي يكون فيها يعني الاهل في يعني في بلدانهم الاساسيه هذه التحويلات ايجابيه مفيده جدا يعني معلوم انها ممكن تساعد هؤلاء المقيمين بالاول على سد حاجاتهم الاساسيه وبعد ذلك يمكن ان يدخروا. هذه ليست لها مخاطر بل هي مفيده حقيقه هي مفيده جدا. وهي هذه الاموال التي قد تاتي هنا احيانا يعني يتم ادخار جزء منها، شكرا على سؤالك استاذ عبد الباسط. هذه الاموال التي تاتي الى الافراد الذين في مناطق النزاعات هم الذين يدخرون جزء من هذه الاموال. واحيانا حقيقه هذه الاموال يتم المخاطره فيها عن طريق يعني دخول في منصات التداول الوهمي وهو الذي يعني يؤدي الى خساره الاموال بدون ان يكون يعني يعي ان هذه الاموال التي اتته هي جهد المقترب وقد تكون هذه الاموال اموال يعني متعوب فيها كثيرا فاحيانا بعض الافراد يعني يقامرون في هذه الاموال وهنا تكون المشكله. بالنسبه لاحد الشباب سالني كيف يمكن زياده الدخل دون مخاطره عاليه. اخي الكريم لا يعني لا يمكن انك يعني تزيد الدخل طبعا اذا ذهبنا الى هنا لدينا يعني نظريتين اذا بدك تذهب الى يعني ما الله الى الربا والفائده فهنا المخاطر تكون يعني منخفضه جدا لكن يمحق الله الربا اما اذا بدك تذهب يعني باتجاه النظريه الاسلاميه النظريه الاقتصاديه الراسماليه هي نظريه يعني تؤدي الى انه تقوي هذا الاتجاه الاتجاه الربوي وهذا الاتجاه الربوي حقيقه يعني هو الذي يمحق البركه ويمحق الاموال ويؤدي الى الى الافلاس مهما كبرت الشركات وتعاظمت. لكن الاقتصاد الحقيقي هو الاقتصاد الذي يبنى على انتاج السلع من يعني الانتاج الحقيقي من السلع والخدمات. فانتاج السلع والخدمات يعني هو دائما يكون فيه مخاطره، لا يمكن ان يكون ما يكون فيه مخاطره. لكن حقيقه هو هذا الاقتصاد الحقيقي يعني اذا ردد ان ان الله سبحانه وتعالى يبارك لك في مالك فذهب باتجاه الاستثمار في سواء انتاج السلع الخدمات او تجاره السلع والخدمات اما الذهاب الى اتجاه الربا ومعاذ الله فهو سوف يمحق هذا الاموال وتذهب هذه الاموال ويعني مهما يعني كلف الامر نعم آه طبعا آه ايضا في احد الشباب يعني يقول آه الان معدل التضخم في سوريا جدا مرتفع يعني انا نقول مثال لطلابنا آه عليك ان تقيس عليه كانت آه يعني نشتري آه قطعه من الحلو او آه بثلاث ليرات الان نحن نشتريها بثلاث آلاف ليره يعني قطعه آه او ربطه آه بقدونس احنا نسميها بالعاميه او يعني ربط من الخضار ثلاث ليرات سورية الآن نشتريها ب 3000 ليرة، فقس على ذلك فتجد أن التضخم في سوريا حقيقة قيمة العملة قيمة الليرة السورية فقدت أكثر أكثر من من 98% من قيمته الحقيقية، ما تبقى من العملة السورية حقيقة مع الأسف هو يعني بسبب يعني التضخم الذي يعني طبعا التضخم هذا أتى على هذه العمله لم يبقى منها أقل من 2% أو تقريبا 1.% 100%. يعني 3 على 3000 لم يبقى منها إلا قليل من من المئه يعني جزء بسيط من المئه، لم تنعدم العمله السوريه لكن ما بقي منها قليل جدا، طبعا هذا شيء طبيعي هذا شيء طبيعي، طبعا في معدلات التضخم معدلات التضخم الموجودة بشكل تنشر عندك تقارير الأمم المتحدة تقارير اليو ان دي بي اذا بدك معلومات دقيقه عن التضخم في معظم دول العالم تذهب الى تقارير الامم المتحده تعطيك التضخم كون لا يوجد احصائيات فهناك تقرير عن يو ان دي بي وغيرها تعطيك معلومات دقيقه جدا عن التضخم في معظم دول العالم والتضخم حقيقه ليس فقط يعني موجود يعني خاصة بعد أزمة كورونا وحرب أوكرانيا وحرب غزة التضخم يعني ذاهب باتجاه جدا خطير في معظم دول العالم وليست في دولة محددة لكن نحن في سوريا فقدنا بالنسبة للعملة فقدنا يعني فقدنا 98 من قيمة الليرة السورية إذا في أي سؤال كمان أنا جاهز إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم. ورحمة الله تفضل يعطيك العافية دكتور الله يعافيك الله يبارك فيك أه، دكتور السؤال مهم بظن بهالوقت طبعا نتحدث عن الجزء السوري شمال سوريا أه، في كثير من الناس اللي معها مبالغ نقدية قليلة ما خلت في تفتح فيها مشروع خاص فيها نعم لتستثمر مع بعض التجار الصناعيين وكل سمعنا عن كثير من حالات النصب بين التجار او الصناعيين اللي خسروا المصاري او هربوا فيها فيا آه. تعطينا شو نصائح للناس اللي تقبل الاستثمار بهذا الشكل خصوصا انه بالداخل يعني كثير قليل اللي بيتداول بالعملات التقنية والاسهم والاسهم بالبورصات العالميه اغلب الناس اللي معها مصاري ما مشروع خاص تلجأ للاستثمار مع الغير فنصائح طريقه الاستثمار طريقه كتاب المرتب طريقه الرقابه الماليه على هالمشاريع اللي عم تشترك فيها الاشخاص شو بتعطيني نصائح الله ذكرت الله يبارك فيك سؤالك جيد يعني طبعا محور الجلسه الان هو تكلم عن هذا يعني النصائح التي يجب ذكرها ويعني الاسترشاد بها حقيقه يعني نحن نبسط الامور كثيرا جدا يعني لا نذهب باتجاه انه يعني الناس هؤلاء هم بطبيعه الحال الذين يخسرون اموالهم ناس يعني فقط يستخدمون وسائل التواصل لكن ليس لديهم معرفه بالاصول الاقتصاديه ومعرفه بقيمه الاسهم والسندات في البورصات في العالم وليس لديهم خلفيه معرفيه عن الاسهم والسندات وكيفيه التداول بها وكيفيه المضاربه بها وبالتالي هؤلاء يعني يذهبون لا يذهبون الى الاستثمار في الاسهم والسندات الحقيقيه، انما يذهبون الى الاستثمار في المنصات الوهميه، المنصات التي لا يوجد فيها يعني حقيقه هي يعني تقريهم بارباح عاليه وتقول لهم هناك ارباح عاليه، وهو حقيقه يعني اول شيء يعني الفرد ممكن ان يميز يعني حقيقه بكل سهوله. المنصة الشرعية أو الممكن أن يكون يعني يمكن التعاون التداول أو التعامل بها هي ممكن عن طريق أنه تكون مسجلة ويعني يكون فيها عليها رقابة ويكون جهة حكومية تابعة تتبع لجهة حكومية أما المنصات التي لا يعني لا لا يوجد لها اي وجود فعلي على ارض الواقع انما فقط هي يعني تطبيق ممكن يغفل باي لحظه فهي حقيقه واضحه جدا لكن يعني بعض الافراد رغم انه يعلم ذلك يذهب بهذا الاتجاه النصائح التي اريد ان اوجهها هنا اول شيء حقيقه يجب ان يكون هناك يعني توعيه اجتماعيه توعيه اجتماعيه ممن توعيه اجتماعيه من زملائنا الـ يعني ايا كانوا المدرسين في الجامعات ايضا يجب ان نقوم بحملات حقيقه هذا الامر نقوم بحملات توعيه لل... عن طريق ان نقوم ندوات مثل ما هذه الندوه الله يبارك فيه الاستاذ عبد الباسط دعانا اليها ان يكون هناك برامج اذاعه تلفزيونيه يتم لقاء تلف... اذاعه بالاذاعه يعني يتم توزيع بالكتيبات يعني تشرح وتفرق ما بين التداول الاستثمار الحقيقي والاستثمار الوهمي ان يتم تثقيف الافراد عن التعاملات الماليه نعم كل هذا يؤدي الى ماذا كل هذا يؤدي الى ماذا يؤدي الى ان يعني زياده التثقيف والتوعيه وورش ورش عمل والتثقيف الرقمي حقيقه الذين جهل يعني حقيقه يعني حتى بالتثقيف الرقمي وهذا كله يعني مجتمعنا صحيح لديه هواتف ذكيه لكن الهواتف الذكيه بالنسبه لكيفيه انه يستخدمها في المجالات الماليه الحقيقيه لديه جهل كبير جدا بعدم وجود يعني جهات متخصصه تقوم بتزويد المجتمع وترشده الى كيفيه الاستخدام الحقيقي والفعلي الذي يمكن ان يتم الاستثمار عن طريقه. بد من انشاء جهات رقابيه محليه او تعاونيه او مع منظمات دوليه ايضا. لماذا لا تكون هناك رقابه محليه؟ لماذا لا يكون هناك شراكات دوليه؟ هذه الشراكات الدوليه ضروريه من اجل ان يعني الحفاظ على اموال الناس التي قد تسرق يعني. لماذا يكون هناك شراكات دوليه بهذا الموضوع؟ لابد من توفير بدائل استثمار آمنة وموثوقية يعني مشروعات صغيرة كما ذكرت برامج الدخار جماعية لابد أيضا من يعني وجود تعزيزات تشريعات محلية وتنسيق مع الجهات الأمنية في هذا الأمر لابد من إجراءات قانونية لابد من التنسيق مع مزودي الإنترنت لابد من التبليغ على المنصات الوهمية وتفعيل خاصية الإنذار المبكر يعني يعني هذه أمور كلها يجب أن يتم الاخذ بها لابد من دعم البنوك والمؤسسات الماليه المعروفه اذا كانت يعني رغم صقرها يعني الان بلشت ان شاء الله يعني نقول انها ستبدا ان شاء الله هذه البنوك بالانتشار هذه العجاله بهذه العجاله آآ يعني آآ اذكر ذكرت اهم النصائح التي طلبتها استاذنا الكريم الله يبارك فيك هل من سؤال اخر؟ نحن جاهزون إن شاء الله، إذا في أي سؤال، تفضل أستاذنا، إذا في أي سؤال جاهزين أحدهم سألني هل ارتفعت أسعار الأراضي البيضاء في سوريا؟ بشكل عام المناطق التي فيها يعني يعني الزياده السكانيه شهدت حقيقه ارتفاع في اسعار العقارات لا الاراضي وهو واضح جدا يعني. يعني في شمال غرب سوريا الاراضي ارتفعت بمقدار 100% احيانا. نعم. بسبب أن هناك طلب طلب على من اجل السكن يعني فهذا الطلب ادى لارتفاع الاسعار وهو موجود فيه. اما المناطق التي يعني يعني ليس فيها كثافه سكانيه فالاسعار متدنيه واحيانا انخفضت لانه لا يوجد طلب عليها. نعم. هو... احدهم سالني هل تنصحني هل تنصح الاستثمار في البيتكوين؟ حقيقه يعني انا كاستاذ جامعي اقول يعني اي عمله في العالم، اي عمله في العالم او اي يعني بالعالم يجب ان تكون تصدر عن جهه رسميه هذه الجهه الرسميه تعترف بها مهما حدث مهما حدث يعني تصدر عن بنك مركزي او تصدر عن جهه رسميه هذه الجهه الرسميه تتولى الاعتراف بها يعني في هناك عملات في امريكا اللاتينيه انخفضت بشكل كبير جدا لكن مهما مع انخفاضها الهائل جدا يبقى البنك المركزي مسؤول عنها انا يعني اتساءل واسال نفسي هل البيتكوين هناك جهه في حال في حال يعني تعرض الفرد لاي مشكله في الاستثمار في البيتكوين هل هناك جهه يلجا اليها حتى تحصل لها حقهم او يعني اذا نسي احدهم الباسورد من اجل كلمه من اجل الوحده البيتكوين من يعطيها الباسورد اي جهه ممكن تخولها تعطيه الاستثمار فالاستثمار بتكوين الصراحة من العملات هو إذا كان هناك جهة حكومية في دولة التي تستثمر في البيتكوين تتبنى وتقول أنا أنا مسؤول عن وحدة البيتكوين وأنا ضامن أن أبدلها لك بعملة أخرى فاستثمر فيه لا مثله ش... مثل الاستثمار في أي أما يعني كاستثمار بالنسبة للعملات أما إذا كان لم هناك جهة يكون جهة ضامنة لك فقد تضيع حقوقك على كل الاحوال يعني الامر كل استثمار اخواني انا ضده يعني سواء بيتكوين او غيره اذا لم يؤدي الى الى انتاج سلع وخدمات حقيقيه يعني كل استثمار اذا لم يؤدي لانتاج سلع انتاج سلع وحقيقية وخدمات انا لا اعتقد انه مفيد للمجتمع البشري فالاستثمار بيتكوين هو مضاربه ماذا يقدم للبشريه يعني ماذا يقدم يعني انت اليوم تستثمر ماذا يقدم هل نحن استثمر بتكوين قدمت خدمة أنتجت سلعة تاجرت في سلعة تاجرت في قدمت يعني هذا ليس الأمر هو موقف شخصي ضد لكنه كمبدأ اقتصادي يقول أن يجب أن يكون هناك ماذا يجب أن يكون هناك إنتاج من السلع وخدمات طيب في أي سؤال آخر أحدهم سألني على الكارب والكاربتو أنا لا أعلم هي هل هي منصة تداول حقيقية أو وهمية إذا كانت منصة تداول حقيقية أو وهمية هل الاستثمار فيها طبعا استثمار أقول إذا كانت المنصة يعني الاستثمار فيها هو شراء أسهم وسندات حقيقية فلا بأس أما إذا كان هناك شراء فقط ضرب بالعملات قد يعني لا يؤدي إلى استثمار حقيقي نعم الاستثمار توفير المواد الغذائية بأسعار معقولة ومنخفضة عن طريق جمعية تعاونية استثمار في الكربتو إذا كانت تقصد الكربتو يعني توفير استثمار أسعار معقولة ومنخفضة عن طريق جمعية أنا مع هذا الطرح وهذا شيء جيد نعم جيد إذا كان هذا مقصود في كربتو نعم العملة تلعب دور أساسي في التضخم أخي الكريم أحدهم سألني ايش دخل العمله في التضخم؟ طبعا العمله يعرف الطلاب يعرفون يعني هناك نظريه نظريه الكميه في النقود تقول كلما زادت الكمية النقود ادت الى ذلك ارتفاع الاسعار وهي نظريه بديهيه جدا معروفه ففي حال يعني زادت كمية النقود فانها تؤدي الى ارتفاع الاسعار فلها دور كبير جدا في ارتفاع الاسعار. طيب انا اعتقد بالنسبة لدورة الدخل والانفاق يعني هنا مقصود طبعا دورة الدخل ودورة الانفاق تقسيم المجتمع الى قطاعين قطاع, قطاع عائلي وقطاع انتاجي فبالنسبة لدورة الدخل الانفاق الدخل معروف ان هذا الامر يتم عن طريق عوامل انتاج تدخل في انتاج السلع والخدمات، وتحصل على دخل، هذا الدخل يتم آه انفاقه من اجل الحصول على السلع والخدمات، هي يعني في اقتصاد مقلق يقولون آه لتبسيط المفهوم الاقتصادي يقسم المجتمع الى قسمين، قسم آه يعني منتجين وقسم مستهلكين قسم المنتجين يطلقون على القسم عائلي الذي يقدم عوامل الانتاج اللي هي الارض والعمل وراس المال والتنظيم يقدمها لا الى من؟ يقدمها الى قطاع الانتاجي وهنا يتم في القطاع الانتاجي انتاج السلع والخدمات يحصل القطاع العائلي مقابل ذلك على دخل هذا الدخل يتم انفاقه من قطاع من قبل القطاع العائلي ينفقه من اجل الحصول على سلع من قطاع الانتاجي. نعم. أرجو أن أكون جاوبت على أسئلتكم إن شاء الله إذا بدك تختار شركة في سوق الأسهم والسندات بدك تذهب أخي الكريم آه، هذا اقتصاد آه، إذا ذهبنا نعم إذا كنا آه، آه، سوف أعود لك أخي الكريم تسألتني على عن دورة الإنفاق سأعود لك آه، بالنسبة لاختيار شركة في سوق الأسهم طبعا عليك أن تذهب إلى آه، يعني صراحة هناك يعني أخصائيين آه، ماليين يذهبون يعني يذهبون الى يعرفون ارباح هذه الشركه فهذه الشركه اذا كان يعني مثل على المثال هناك انا مشان لا يكون الامر ناجل ان لا يكون امر تسويق شركه الراجحي مثلا او شركه ارامكو او شركه شركات معروفه لديها مقدره ماليه كبيره جدا وبالتالي ارباحها السنويه كبيره ارباحها السنويه كبيره فالاستثمار في هذه الشركات استثمار في الشركات غالبا يعني يكون فيه ربح ربح اما الشركات يعني التي يكون يعني السمعه الماليه لها سيئه او انها يعني معلومات عنها قليله بالنسبه لك فممكن الاستثمار يكون فيها يعني في مخاطره نعم نحن في التبسيط طبعا بالنسبه لدورة الدوله بالانفاق الدوره الدوله الدوله تاخذ بالنسبه لدوره الدخل والانفاق الدوله تاخذ ضرائب من القط... من القطاع العائلي وهذه الضرائب من القطاع العائلي طبعا تاخذ عفوا الضرائب من القطاع العائلي وايضا تاخذ ضرائب من المنتجين ويتم الانفاق الانفاق سواء يعني الانفاق على الانفاق انفاق الحكومه انفاق الحكومه تنفق على تقديم الخدمات للمنتجين والمستهلكين وتقديم من اجل ايضا تسيير امور الدوله هذا الامر يحتاج الى شرح في محاضره او ممكن ابسط لك الامر ان الدوله لها دورها الاقتصادي هو بشكل ببساطه جلب الايرادات ولا عن طريق الضرائب والرسوم ومن الدخل الذي حصل عليه الافراد وتوزيع هذا الايرادات التي حصلت عليها الدوله عن طريق ما يسمى الانفاق الحكومي من اجل القيام بالخدمات العامه وتسيير امور الدوله. نعم هل هناك أي سؤال آخر؟ إذا هناك أي سؤال آخر نحن إن شاء الله ميزان المدفوعات هو سجل يسجل فيه كل ما يدخل إلى الدولة وكل ما يخرج منه أخي الكريم سواء كان يشمل الميزان التجاري ويشمل حركه كل ما يدخل الدوله من تحويلات واستثمارات وكل ما يخرج من الدوله ايضا من تحويلات وصادرات الى اخره. نعم. طبعا ميزان المدفوعات هو اشمل من الميزان التجاري، الميزان التجاري يختص فقط بالصادرات والواردات، اما الميزان المدفوعات فهو اشمل بكثير من الميزان التجاري. نعم. هل هناك أي سؤال آخر؟ كيف إيه تعرف أي دولة في العالم من ناحية التضخم؟ طبعاً التضخم ببساطة قياس مستوى الأسعار في هذا العام ومستوى الأسعار من العام السابق ومقارنته بالعام السابق فاليوم إذا كان لديك دخل فرضاً 500 دولار كنت تستطيع أن تحصل فيه على نوع محدد من الموبايلات ليكون ثلاث موبايلات العام القادم إذا حدث التضخم فإنك لن تستطيع أن تحصل على 500 دولار على نفس النوع من الموبايلات تستطيع أن تحصل على إلا موبايل واحد أو موبايلين بالحد الأعظم. فالتضخم أكل من القيمة أكل من القيمة التي قيمة النقود لديك. أسباب التضخم كثيرة. أسباب التضخم كثيرة، لعلنا نذكر منها إذا أحببت أخي الكريم أسباب التضخم بسبب ماذا؟ بسبب ارتفاع الأسعار. أسباب التضخم بسبب ماذا؟ إصدار نقدي جديد. أسباب التضخم بسبب ماذا؟ التضخم المستورد، يعني التضخم من بلد إلى بلد آخر. والتضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف والتضخم المستورد والتضخم سبب ارتفاع الاسعار والتضخم الناتج عن الحروب نعم العولمه هي باختصار هي جعل العالم كانه قريه صغيره الجار يعرف اخبار جاره بمعنى القريه الصغيره تداول المعلومات يصبح بشكل جدا سهل ومتاح متاح للكل نعم اي سؤال اخر ليست بالضروره زياده في السكان تسبب تضخم لا الزياده في السكان ليس بالضروره تسبب تضخم الزياده في السكان قد تكون عامل اساسي في عدم حدوث طاقة كيف فالسكان إذا كانوا يعني طاقة إنتاجية وفاعلة في الاقتصاد فإنهم يعني يؤدون لزيادة الإنتاج وزيادة الإنتاج تؤدي إلى إلى يعني نمو الناتج المحلي الإجمالي وإذا زاد النا الناتج المحلي الإجمالي النمو الاقتصادي يتحسن وإذا تحسن النمو الاقتصادي ميزان الصادرات يعني ترتفع في هذا البلد وإذا زادت الصادرات ممكن أن يحدث لدينا ارتفاع او يعني قيمه العمله للبلد. بالعكس ممكن يكون عامل ايجابي الا اذا كانوا عبء على السكان السكان عبء على المجتمع غير منتجين فالدوله بهذه الحاله سوف يعني من اجل تلبيه احتياجاتهم فانهم تقوم بالانفاق عليهم واحيانا تصدر يعني تستدين او هنا ممكن أن تقع اشكاليه في هذا الامر بشكل عام السكان ممكن يكون يكونون عامل ايجابي اذا تم استقلالهم بشكل جيد. نعم. هلا بالنسبه لشراء الذهب يعني مسبقا ادخار اوقات الازمات هو احد الحلول المطروحه بالنسبه للافراد في المجتمعات التي يحدث فيها حقيقه انخفاض في قيمه العمله. اثناء الازمات والحروب. فهو حل جيد اثناء آـ الازمات آـ يعني الى حد ما لكن ليس بهدف انه يعني تخزينه وانما الهدف منه الحفاظ على قيمه العمله حتى يعني تحافظ على قيمتها بعد آه اول ما تتحسن الظروف يجب ان يتم آه يعني هذه العملات المدخره بالذهب يجب ان تطرح في السوق من اجل ماذا؟ من اجل قيام الانتاج السلع والخدمات من اجل ماذا؟ من اجل ان تكون هناك دوره اقتصاديه، يعني اذا كنا ندخر الذهب في الذهب في اوقات الازمات ويعني بشكل هدف منه حرمان المجتمع من النقود التي فهنا اشكاليه، اما اذا كان هدف فقط هو المحافظه على المدخرات ريثما ريثما تأتي الفرصه فيتم تحويل هذه المدخرات من الذهب الى عملات او يعني الى انتاج سلع وخدمات فهنا الامر جيد اما اذا كان الهدف هو ادخار واكتناز فانا ضد الاكتناز بهذا الامر طبعا ل... بالنسبه لليابان بالنسبه لليابان اليابان طبعا حتى يعني يتم التصدير وليس فقط اليابان الصين وكثير من الدول التي يعني تصدر السلع تحاول ان يعني تحافظ على قيمه عمله منخفضه بالنسبه للدولار لماذا؟ لانه اذا ارتفعت قيمه العمله لديها فان أن السلع ستكون قيمتها مرتفعه وبالتالي لا تستطيع هذه الدول ان تصدر الى العالم لكن إذا بقيت قيمة العملة منخفضة لديها يعني بالتالي هنا قيمة السلع والخدمات ستكون نسبيا منخفضة مقارنة بدول العالم الآخر وهنا تستطيع التصدير <applause> بالنسبة لترامب أنا لا أعلم يعني يقول المهاجرين في أمريكا هم سبب التضخم معروف أن ترامب هو له موقف متشدد من الهجره بالنسبه لامريكا وهذا الامر طبعا هذا قد يكون دعايه سياسيه حقيقه المهاجرين يعني في الدول المهاجرين هم اشخاص مع الاسف يتم ظلمهم في بعض المدن التي يهاجرون اليها لكن هنا هو اعتقد كلام فقط كلام دعائي انتخابي لا اكثر. الدول التي يعني بالنسبه للضرائب احد الاخوه يسالني هل الضرائب امر ضروري اخوات للدوله؟ الضرائب حقيقه يعني هنا يجب ان نميز ان الضرائب هل تؤخذ من اجل تأدية خدمة للمجتمع ام تؤخذ من اجل يعني لخزينة السلاطين او الحكام الضرائب يعني اذا كانت الدولة فيها شفافية وفي ديمقراطية فهي تؤخذ وتعود الى الافراد بخدمات اخرى لكن هناك حقيقة يعني قد يكون هناك وسائل اخرى بالاقتصاد الاسلامي يمكن استعاض عنها بالنسبة يعني قد تكون بديل الضرائب. يعني إذا تكلمنا عن عن النظام الرأسمالي والأنظمة الرأسمالية في الضرائب وكون لديهم ديمقراطية وشفافية فالضرائب تأخذ ويكون هناك شفافية في كيفية إنفاقها فهي مفيدة بالنسبة لهم كونه نظام رأسمالي أما بالنظام الإسلامي قد يكون هناك بدائل يجب أن نبحث فيها ويعني نعمل بها. في أمور كثيرة بالنسبة للتضخم في سواء أي دولة من دول العالم قد تكون هناك أمور هناك ظاهرة تضخم ذكرت أنا يعني التضخم في العالم له أسباب كثيرة من أسباب التضخم قد يكون أسباب عالمية أزمة كورونا التي أدت إلى الإنفاق بدون ما يكون هناك إنتاج وأصبحت كمية النقود أكبر كمية النقود الموجودة في أكبر من سلع الخدمات وزاد الطلب بسبب أزمة كورونا فارتفعت الأسعار أتت أيضا فيما بعد حرب أوكرانيا فارتفعت الأسعار أكثر هذه موجة تضخم عالمية ليست في بلد من البلدان بشكل عام وقد يكون في بلد من البلدان الأخرى هناك يعني أسباب خاصة في هذا البلد إضافة الأسباب العالمية في التضخم يعني أنا أتكلم الآن 2020 وبعد هناك فعلا أزمة تضخم كل دول العالم شعرت بها حتى الدولار الأمريكي انخفض بمقارنة بالذهب لكن الان اقول انه في دوله ما قد يكون هناك اسباب غير الاسباب الاقتصاديه التي نحن نراها تؤدي الى التضخم يعني بالنظام الراسمالي الاسباب التي تتعلق برفع او خفض سعر الفائده هناك قد تكون اسباب سياسيه، قد تكون هناك اسباب عسكريه، قد تكون هناك اسباب هذه الاسباب تبحث في كل دوله واحده. مع الاسف النظام الاسلامي الاقتصاد الاسلامي آه، لا يمكن نقول انه نجح الا اذا طبق بشكل جيد لكن الاقتصاد الاسلامي حقيقه هو اقتصاد آه، آه، من آه، يعني آه، آه، اكيد هو فيه حل لمعظم المشاكل البشريه لانه يعني مستوحى من يعني وليس مستوحى انما يعني مرتبط بشكل جذري بالقران الكريم والسنه النبويه. فالاقتصاد الاسلامي هو اقتصاد حقيقي. وفيه علاج كل المشاكل البشريه، هذا امر معروف ولا يعني معروف للقاصي والداني. ولكن تطبيقه الى الان بشكل حزمه متكامله لم نصل الى ما الى له مع الاسف. نعم اخواني هل هناك اي سؤال اخر؟ استاذ عبد الباسط معنا؟ نعم دكتور نعم التضخم يكون بسبب تكاليف اخي الكريم عندما ترتفع التكاليف يعني دولة ما هناك عليها عقوبات اقتصادية هذه العقوبات تؤدي ارتفاع التكاليف كيف؟ لا تستطيع الدولة أن تحصل على هذه يعني السلع بشكل مباشر إنما تحصل عليها بقنوات غير مباشرة تؤدي ارتفاع تكاليف الحصول على السلع الرأسمالية هذه السلع الرأسمالية تكاليف الحصول عليها تؤدي ارتفاع تكاليف السلع والخدمات وبالتالي ترتفع الأسعار يعني التضخم يكون نتيجة ارتفاع التكاليف التكاليف ترتفع أحياناً في س... بعد أزمة كورونا ارتفعت التكاليف بسبب ازمه سلاسل التوريد فارتفعت التكاليف هذا ارتفاع التكاليف ادى الى آه نعم يكون هذا ارتفاع التكاليف يؤدي الى آه ارتفاع الاسعار تضخم مستورد التضخم استورد عندما يكون هناك ارتباط آه عمله بعمله اخرى عمله اخرى فالتضخم الذي يحدث بالعمله الاساسيه التي آه يتم فيها آه في البلد الذي حدث فيه التضخم يعني عملتين مرتبطتين مع بعضهما البعض حدث تضخم في البلد الأساسي ينتقل هذا البلد إلى البلد الذي مرتبط به العملة الأخرى كأنه استوردنا تضخم بلد آخر يعني الدولار عندما يتضخم الدولار معظم دول العالم على سبيل المثال تتأثر بتضخم الدولار أو ارتفاع الأسعار نتيجه ارتفاع الدولار وهو يعني هذا امر موجود وواضح. التضخم المستورد كما ذكرت لك تكون عمله مرتبطه بعمله اخرى. وحاليا معظم دول العالم مثلا مرتبطه بالدولار عندما يحدث تضخم في الولايات المتحده الامريكيه ينتقل هذا التضخم الى باقي دول العالم، اظن جاوبتك في هذا السؤال. هل هناك اي سؤال؟ إذا ارتفع الدولار فالعملة المحلية أخي الكريم تنخفض وبالتالي تتف الأسعار لدينا يعني إذا قيمة الدولار ارتفعت كأنك أنت تقول أن قيمة الدولار ارتفعت ارتفاع قيمة الدولار هو انخفاض بالنسبة لعملتك أنت عملت بلدك فارتفاع الدولار معناته انخفاض عملتك أنت يعني ارتفاع أنت بدك تدفع مصاري أكثر حتى تحصل على الدولار تمام فبالتالي عملتك انخفضت وليس ارتفعت وهنا كانك ايضا لما بدك تحصل على السلع وخدمات تضطر ان تدفع نقود اكثر وبالتالي قيمه عملتك تنخفض اكثر وبالتالي يحدث عندك تضخم. اذا ارتفع الدولار معناتها انت بتدفع عمله وطنيه اكثر حتى تحصل على الدولار. والدولار معروف انه معظم السلع الانتاجيه التي يعني الاستيراد معظم المستوردات بالدولار. فانت اذا كنت عم تستورد بالدولار سلعه ما فانت مضطر ان تدفع مبالغ اكبر حتى تحصل على السلعه نتيجه ارتفاع الدولار. طيب. ليش الميزان التجاري بالسالب في امريكا وعجز في الحساب التجاري والتصادم اقوى اقتصاد في العالم بالنسبه للميزان التجاري في امريكا بالنسبه يعني سالب معناتها طبعا على فرضا انه حساب يعني كلامك دقيق معناتها لديهم الواردات اكثر من الصادرات المجتمع الامريكي مجتمع استهلاكي ومجتمع يعني عفوا مجتمع يعني يحب ان لديه دخل عالي مرتفع جدا ف دائما يعني يحب ان يستورد ولذلك تكون يعني وهم متخصصون يعني ب بالصناعات الحربيه والصناعات اكثر ما متخصصون بالسلع الاستهلاكيه فالمواطن الامريكي دائما يستهلك يعني يستهلك ويحتاج السياره الالمانيه والسياره اليابانيه ويستهلك هذه القطعه كثير جدا في امريكا وعجز في الميزانيه وعجز في حساب الجاري واقتصادهم اقوى اقتصاد في العالم. صحيح اقتصاد امريكا اقوى اقتصاد في العالم، امريكا لا تخشى اقوى اقتصاد في العالم، لماذا؟ لان الناتج المحلي الاجمالي في امريكا هو ربع الناتج المحلي العالم يعني العالم كله انتاجه مثلا 100 تريليون دولار، في أمريكا لوحدها تنتج حوالي 30 تريليون دولار. يعني كل أربع دولارات موجودة بالعالم للامريكان دولار واحد منهم اقتصادهم قوي عندهم انتاج قوي لكن هذا الاقتصاد دائما يعني يكون في حاله هي نوع من انواع النام طيب سؤال اخر كيف تلعب السياسه الخارجيه في العمله الوطنيه؟ طبعا السياسه الخارجيه يعني السياسه الخارجيه كيف تلعب في العمله الوطنيه؟ من الناحيه الاقتصاديه اذا الدوله يعني اخذت قروض ومثلا اذا كانت دولة مقلقه او منفتحه كل هذه عوامل تؤثر على العمله الوطنيه، الدوله تاخذ قروض هذه القروض ستؤثر على قيمه العمله الوطنيه. الانفتاح والانقلاق على العالم الخارجي يلعب دور في العمله الوطنيه. أحيانا الانفتاح بشكل يعني كبير جدا أمام الشركات العابرة الجنسية يؤدي إلى تدمير الصناعة الوطنية وبالتالي تدمير الاقتصاد الوطني. السياسة الخارجية مهمة جدا بالنسبة للعملة الوطنية فعملية الانفتاح وعملية الانقلاق وعملية الديون الخارجية والعلاقات السياسية مع أي دولة مع دول العالم الخارجي تلعب دور كبير طبعا. يعني هناك دول تعمل تكتلات وتحالفات هذه التحالفات تكتلات تحمس العملات الوطنية كثير من الدول تعمل تكتلات من أجل حماية عملتها الوطنية هل يعني هناك أي سؤال إخوان الطلاب؟ إخواننا معتادين على طلابنا في المحاضرات نقول إخوان الطلاب أبناء الطلاب هل هناك أي سؤال؟ دول بريكس هي دول تكتل اقتصادي نشأ من أجل أهداف اقتصادية حاولوا أن يعني يقوموا بعمل من اجل التخلص من هيمنه الدولار في العالم. يعني ف اهدافهم اقتصاديه من اجل الحفاظ على يعني مكاسب اقتصاديه ويعني تخلص من الهيمنه الامريكيه بالنسبه لدول العالم. نعم. العمله اللي... نعم. انتهت ال.. اذا ما في اي سؤال سوف ننهي ان شاء الله. وجميع يخادر ليس في اليابان تضخم السالب انما سعر الفائده تحت الصفر لماذا لان الفائده يعني لدى اليابان لدى اليابان تجربه الشعب واعي فيها ادرك انه الفائده المرتفعه ستكون وبال عليهم ولا يريدون ان يعيدوا هذه التجربه. فكلما يعني هم شعب يريدون ان يستثمروا ولا يريدون ان يضعوا اموالهم في البنوك. فالفائده عندهم قليله جدا تصل الى مستوى الصفر واحيانا سالبه، لماذا؟ لان الفائده ارتفعت فلما أن معظم الناس يذهبون باموالهم الى البنوك من اجل الحصول على الفوائد. فالياباني اليابان شعب يعني شعبهم واعي لهذه المشكله ولا يريد حتى الدوله تقريهم الان تعطيهم فوائد فهم لا يذهبون بهذه الفوائد ويريدون هذه الفوائد لماذا؟ لانهم يعني خضعوا لتجربه قاسيه جدا عندما ارتفعت اسعار الفائده اصبح لديهم تضخم كبير جدا فاستفادوا من هذه التجربه والشعب الياباني شعب واعي جدا لامورهم الاقتصاديه ويعرف كيف يعني لا يعيد تجارب مهما تم اقواعه بالفوائد لا الياباني ليس يطبقون نظام اسلامي لكن يطبقون النظام الذي يعني يساعدهم على الاستثمار والاستثمار يعني انتاج السلع والخدمات والاقتصاد الاسلامي يقوم على انتاج السلع الحقيقي الانتاج الحقيقي من السلع والخدمات طبعاً اليابان يعني هنا نقطة مهمة جداً أحب أشير إليها الوعي المجتمعي الوعي المجتمعات هو الذي ينقذ الدول أوقات الأزمات كما قلت لك إذا بالتاريخ اليابان تجد لديهم يعني عندما حدث الارتفاع بالفساد الفائدة خسروا كثير ممتلكات فلا يريدون أن يعودوا لهذا التجربة القاسية نعم ليس من منطلق اسلامي ابدا لكن تجربه وهي حقيقه واذهب الى الدول الاوروبيه ايضا يعني الدول الاوروبيه تجد سعر الفائده فيها منخفض جدا يعني لان الدول تذهب تدفع باتجاه الاستثمار وليس تدفع باتجاه ايداع الاموال في البنوك طيب استاذ عبد الباسط يعني انت معنا؟ نعم نعم دكتور حياك الله الله يبارك فيك هل ننهي ام نستمر؟ لان هناك فقط أحد يناقشنا ممكن يعني نذهب باتجاه الخاص اذا يعني راد رقم تليفوني ويناقشني فانا سعيد بل لكن قد لهذه المناقشه تكون ثقيله على بعض الناس اذا كان نعم طيب تماما دكتور اذا نرسل رقمك على المجموعه الخاصه في المنصه ومن نعم. يريد راجع على الخاص لا مانع نعم نعم م. لا بأس فيك تنهي إذا حابب تنهي تماما دكتور أحب أنا بحكي كلام يعني أنا ألخص ما تم بهذا الأمسية أرادت أن يكون يعني ننشر وعي أه أه لدى الطبقة الوسطى في مناطق الأزمات هذا الوعي يساعدهم على توجيه مدخراتهم بشكل صحيح وعدم الذهاب باتجاه المنصات الوهمية التي تسرق أموالهم وإذا أرادوا ذلك فيجب أن يتضافر المجتمع مع رفع وعيهم ورفع أيضا يتضافر الجامعات والمنظمات لمساعدتهم في توجيه مدخراتهم التوجه الصحيح آه، هذا ما اردت ان اقوله في نهايه هذه الامسيه آه، طبعا انا سعيد جدا بهذه الامسيه نعم no. فيك تنهي استاذي اذا بتحب تنهي تفضل تتقدم منصة الإدارة والاقتصاد الإسلامي في شبكة الرواد الإلكترونية بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور دي ياسر الحسين لمشاركته الفعالة في اللقاء الأول من برنامج قصة وفكرة رسالة بحث ونسال الله له السداد والرشاد في القول والعمل ونتطلع الى مزيد من التعاون باذن الله في محاضرات وندوات اخرى باذن الله. وجزاكم الله خيرا الاخوه والاخوات المتابعين الكرام ودمتم بخير. شكرا لكم، بارك الله فيكم، شكرا لك استاذ عبد الباسط، شكرا للمنصه. ولاتاحه الفرصه لي لتكلم عن موضوع جدا مهم. وان شاء الله لان لقاءات اخرى في يعني محطات اخرى مفيده بالنسبه لأهلنا وأخوتنا في مجتمعاتنا العربية الإسلامية بارك الله فيكم وإياكم إن شاء الله حياكم الله دكتور السلام عليكم سلام عليكم.